ولذلك إذا أصابك شيء فلا تنظر في المصيبة ما أخذ منك، ولكن انظر فيما بقي لك، تقوم تلاقي اللي باقي إيه، اللي باقي أكثر، ويمكن مصيبتك أهون من مصيبة إيه غيره. الحكيم الصين عمل إيه لما كل واحد راح يشتكي له المتاعب بتاعته؟ قال لهم كل واحد يكتب متاعبه في ورقة ورموها في الصندوق اللي هناك ده، وبعد أسبوع تعالى خد الورقة اللي تعجبك. فبعد أسبوع جم كلهم عشان ياخدوا الورقة بتاعته، كل أول واحد مسك ورقة قال له ما تاخد ورقة، قال له أنا عايز ورقتي، كأنه شاب بلاوي تاني. ولذلك الفلاحين ترجموه وقال لك اللي يشوف بلوته ايه غيره تهون عليه بلوته، يقول لا يا رب كويسه كده. نعم. فلا تنظر الى ما اخذ ولكن انظر الى ما بقي.